بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اسلام عصام. هنبدأ ان شاء الله كورس الكمبيوتر سيكيورتي. هنبدأ بتعريفين كده وبعد كده نخش على الالجوريزمات على طول. اول حاجة عايز اعرف ايه هو الكريبتولوجي وايه هو الكريبتوغرافي وايه هو الكريبتو اناليسيس. الكريبتولوجي هو العلم، يعني اللي حط التكنيكس بتاعت الكمبيوتر سيكيورتي اللي هو الالجوريزمات، بس ده العلم اللي هو ازاي ندرس نشفر الرسالة بين شخصين. اما الكريبتوغرافي فهو ده التكنيكس اللي احنا حطيناها بقى، اللي هو الالجوريزمات بمعنى اصح. الكريبتو اناليسيس ده اللي هو الديكريبشن، اللي هو ازاي ان احنا نقدر نتغلب على التشفير او نفك التشفير اللي حصل ده. دي شويه تعريفات ممكن نعرفها. انا يهمني حته بقى الثريت والاتاك، ان انت تبقى عارف الفرق بينهم. الثريت هو تهديد من غير اي اكشن على اي حاجه او على اي مسج هتتبعت. الاتاك هو دلوقتي بالنسبه لي الاكشن اللي هيحصل بقى، اللي احنا بنسميه الهاكينج. عندي نوعين من الاتاك اللي هو الهاك، يعني باسيف اتاك واكتيف اتاك. الباسيف اتاك ان انت ما بتعملش اي اكشن على المسج اللي بتشوفها. زي ايه؟ دلوقتي مثلا انت بتبعت لي رساله، في واحد قاعد بيني وبينك شايف المسج وبس، عباره عن مونيتور. اما الاكتيف اتاك هو بيعمل ايه؟ شاف الرسالة مثلا، احنا بنبعت ميعاد لبعض، هو غير الميعاد ده، انا ساعتها اتضريت وانت اتضريت، ده اكتف اتاك. برضه دولت الانواع بتاعتهم، الباسيف اتاك ريليز اوف مسج كونتنت وترافيك اناليسيس، اكتف اتاك ماسكرد وريبلاي وموديفيكيشن ودينيال اوف سيرفيس. انا اتعرف عليهم دلوقتي في السريع. عندي اهو الباسيف اتاك ريليز مسج، ان انت بس يا دوبك بتسرب الرسالة او بتعرف الرسالة. الترافيك اناليسيس ان انت عباره عن مونيتور شايف الرساله وبس. الاكتيف اتاك ده بقى اللي بيبدا فعلا يعمل اكشن على المسج. عندي الماسكرد ده اللي هو ان انت شفت الرساله وما بعتهالوش، يبقى انت عرفت ان الماسكرد هو ايه، ان انت شفت الرساله وما خليتش الشخص التاني ده توصل له اصلا. الريبلاي ده ان انت شفت الرساله ورديت عليها بس من غير تعديل، يعني انا بعت لك نفس المسج تاني بعد ما انا شفتها. بعد كده الموديفيكيشن ان انا عدلت على الرساله، زي ما قلنا من شويه ان انت ممكن تشوف الرساله ان احنا هنتقابل مثلا الساعه 3 انت خليتها الساعه 6، يبقى انت كده ضريت الشخصين. هنا بقى الهاكينج على السيرفر نفسه، ان انت مثلا بعت حاجه على السيرفر او رافع فيديو وحد عمل هاكينج ووقع الفيديو او شافه وما خلاهوش يترفع كده. يعني ده برضو حاجات يعني مش مهمه قوي ان احنا نعرفها، بس في رسومات في الاخر طبعا لازم هنبقى عارفينها ان شاء الله. هبعتها في فايل، وفي برضو يعني رسومات، وايه تاني، هو تقريبا رسومات او مقارنات. بعد كده نخش بقى على الالجوريزمات عشان ما يبقاش طولنا في الجزء النظري. اول عندي الالجوريزمات هو substitution techniques، سيزر ومونو الفابيتك وبولي الفابيتك وبلاي فير وهيل سايفر، ده هيبقى في السكشن الجاي. السيزر سايفر هو بالنسبه لي يعني يعتبر من الالجوريزمات السهله. انا دلوقتي بيديني مثلا ايه، بلانت تكست. بلانت تكست يعني ده المسج بتاعي. عندي البلانت تكست وبيديني كي، الكي مثلا ده اللي هو ايه 8، تمام. بعد ما جبنا الكي اللي هو طبعا مديهوني، بجمع عليه البلانت تكست اللي هو 0 زي ما هو موجود كده اللي هو 8 قصدي. يبقى انا عندي مثلا كمبيوتر حرف السي مثلا، ده عايز اعمل له انكريبشن. ازاي؟ عندي السي باتنين في اللي هو الحروف الابجديه، يعني انت من رقمهم من 0 ل 25، السي باتنين. طيب 2 زائد 8 ب 10، 10 مود 26 بنفس ال 10 يديني ايه، حرف الكي. الاو 14 زائد 8 22 مود 26 برضه 22. هنيجي لحد الحرف تي، تي 19 زائد 8 27. طب 27 مود 26 بواحد، يبقى التي هترجعني للبي من اول تاني، وهكذا. يبقى احنا عملنا الايه، للانكريبشن. طيب الديكريبشن، عشان هو بس في حته صغيره في الديكريبشن ممكن يكون حد مش واخد باله منها، كلمه مثلا كمبيوتر ديت، انا بقى عايز اعمل ديكريبشن للكلمه الغريبه ديت عشان اشوف اتاكد انها ترجع لكمبيوتر تاني ولا لا، عشان اتاكد برضه ان انا شغال صح ولا غلط. طيب الحرف الكي، الكي مثلا 10 بعد ده السايفر تكست بالنسبه لي، انا باخد السايفر تكست ده تمام، وبعد كده بروح عامل بعد ما يعني بعد ما جبت السايفر تكست هحوله للبلان تكست تاني. بالنسبه لي هيبقى السايفر تكست هو البلان تكست. طب انا عايز اعمل ديكريبشن، يبقى انا هعمل ايه، هطرح من الرقم 8
يبقى الكي بالنسبه لي هطرح، يعني هطرحه من الرقم ده. يبقى انا عندي السايفر تكست بدايته ايه؟ الكي 10، 10 ناقص 8 2، 2 مود 26 2. يبقى انا عندي هنا 2، 2 ده يديني سي. طب نيجي عند الدبليو، الدبليو كام؟ 22 ناقص 10 ناقص 8 يديني 14. طيب 14 مود 26 ب 14 حرف الاو. اليو 20 ناقص 8 بكام؟ ب 12، 12 مود 26 ب 12 يبقى هو حرف الام. انا عايز بس حرفين عشان برضو نبقى واخدين بالنا منهم، السي 2. طب 2 ناقص 8 بسالب 6، 2 ناقص 8 بكام؟ بسالب 6، يعني ده حرف السي. طيب سالب 6، سالب 6 ده هجيبه ازاي بقى من الارقام ديت؟ المفروض ان ده 0، لو رجعنا لورا هيبقى سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، سالب 5، سالب 6. يبقى سالب 6 ده هو حرف اليو. لو طلعنا فوق كده السي بقت يو، صح. نيجي مثلا البي، البي هو 1، 1 ناقص 8 سالب 7. طيب سالب 7 نرجع برضه هنا تاني، احنا كانت اليو سالب 6 يبقى التي سالب 7. نطلع فوق هتلاقي فعلا ان التي سالب 7، وهكذا هتلاقي نفسك جبت كلمه ايه؟ كمبيوتر. يبقى احنا كده ده الجوريزم السيزر سايفر. نخش على الالجوريزم اللي بعده، مونو الفابيتك سايفر. المونو الفابيتك سايفر هو يعني الجوريزم برضو يمكن اسهل كمان من السيزر. في ايه بالظبط؟ ان هو يعني عباره عن مابنج، بيديك جدول، وطبعا يعني انا بستبعده ان هو يجيب عشان سهل جدا يعني. بيديك جدول زي كده ويقول لك ايه مثلا كلمه كمبيوتر هعمل لها انكريبشن ازاي. بيبقى بتشوف الحرف وتجيب الحرف اللي قصاده، يعني مثلا سي هي سي، او هي او، بي ام جي، بي في، وهكذا. كده انت عملت الالجوريزم بالكامل. عندك هنا ثلاث انواع من المونو الفابيتك، وهو ما وضحهمش قوي حتى في شرح اللاب، يعني ممكن يكون مش مهمين او مهمين، احنا هنقولهم ايه في السريع وخلاص. يوزنج هوموفونز وبولي الفابيتك وهاير اوردر سبستيتيوشن. يوزنج هوموفونز ده هو عباره عن برضه، هو احنا قلنا في الاول ان المونو الفابيتك هو مابينج، يعني الاي هتبقى دي داش او الدي او الداش، بيختار هو منهم على حسب الاتفاق اللي بين الشخصين. ده كله عشان حتة الديكريبشن ما يبقاش سهل، يعني احنا بدأنا بالسيزر لان السيزر ممكن يتفك تشفيره سهل، يجي المونو الفابيتك لان هو ممكن يتفك تشفيره سهل. طبعا هيبقى في الجوريزمات تانية بعد كده. هنا مثلا البولي الفابيتك ده الاي ده هنا كأنه بالظبط عمل انكريبشن مرتين، يعني الاي هتبقى في الاول مثلا جاب لي كلمة كمبيوتر مثلا، هاخد الحروف اللي هنا وهطلع كلمة، وبعد كده الحروف اللي هنا هطلع منهم كلمة تاني. عندي الهاير اوردر ده هنا مثلا لو عندي حرفين مثلا اي اي سي او مش عارف ايه كده، بيقول لك ان بدلهم الحرفين دول. طبعا ده كله بناء على الجدول اللي هيديهولك. هنا بقى نبدا الالجوريزمات بقى اللي يعني فيها شغل شويه. البلاي فير يعني احتمال كبير يجيبه عشان هو الى حد ما فيه شويه شغل. بيبقى عباره عن ايه؟ ماتريكس 5 في 5. ليه 5 في 5؟ عشان انا عندي 26 حرف. بعمل ايه بالظبط؟ عندي الحروف برتبها هنا. برتبها ازاي هنعرف دلوقتي، بس انا عندي ناخد بال ان انت الحروف 5 في 5 المفروض ان دول 25 حرف. طب ال 26 هيبقى فين؟ مع الاي، يبقى الاي مع الجي مع بعضيهم في مربع واحد. عندي كلمه بلاي فير اكزامبل ديت، عايز اعمل عليها الجوريزم البلاي فير. بعمل ايه؟ ببدا بالبلاي، ماشي ادي بلاي اهي تمام، فير. طب هنا اف، طب الايه اتحطت قبل كده اهي، يبقى مش هحطها تاني. الاي بتتحط، الاي طبعا ما ننساش ان احنا بنحط معاها جي. الار، الار موجوده قبل كده؟ لا، يبقى نحط الار. الاي موجوده قبل كده؟ لا، يبقى نحط الاي. الاكس، وهكذا 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 لحد ما هنوصل لحد حرف الام. لحد حرف الام. طب انا كده خلصت لحد حرف الام والكلم الحروف المكرره ما حطيتهاش، بس انا لسه ما كملتش ده. يعني انت لما تيجي يعني لو انت عايز تعمل على ورقه وقلم بلاي فير اكزامبل، هتلاقي لحد الام وصلت وبعد كده ما كملتش. هتكمل انت بقى مثلا كان اي بي سي دي، الاي اتحطت، الاف اتحطت، الجي ما اتحطتش، اتش، الاي اتحطت، الجي اتحطت، كي ما اتحطتش، وهكذا لحد حرف الزد. كده انا كملت الماتريكس الخمسة في خمسة بتاعتي. بعد كده باجي اطبق عليها بقى الالجوريزم بتاعي. ايه هو الالجوريزم بتاعي؟ انا عندي دلوقتي يعني ننزل خطوة هنا، كلمة كوميونيكيشن، كوميونيكيشن
بتتقسم حرفين حرفين، يبقى هنا سي او هي لوحدها. عندي ام ام، لا باخد ام واحده واحط تاني اكس. وناخد بالنا من حاجه بسيطه، اي حاجه بعد كده في الانكريبشن، يعني مثلا جينا هنا في الاخر عايزين نحط حرف زياده بنحط بدل اكس، اي حاجه ناقصه بنحط بدلها اكس. خلينا متفقين على المبدا ده دلوقتي. عندي مثلا هنا ام ام، طب مش هينفع نحط ام ام جنب بعضيهم. ليه ما ينفعش؟ عشان انا ما عنديش هنا في الماتريكس ديت حرفين ام ورا بعضيهم، فانا هضطر احط ايه، ام واكس. هتلاقي الام هنا والاكس جنبها، او على حسب طبعا الايه الماتريكس بتاعتك كانت نازله ازاي. نيجي بعد كده ايه، انا كده وصلت لحد الام دي، الام دي منفصل عن الام دي، يعني لو حرفين مكررين الام الاولى بحط جنبها اكس، الام الثانيه بكمل بعدها عادي. يبقى ام يو ان اي سي اي تي اي او ان. تمام، جينا مثلا ما كانتش ديت ام وكانت اي حرف تاني، هتبقى الحرفين عادي جنب بعضيهم، هتيجي في الاخر هتلاقي عندك الان لوحدها، حط جنبها اكس برضو. تمام تمام، هنيجي بعد كده دلوقتي عندي ايه السي او. ايه الالجوريزم ده بالنسبه لي، عايز اعمله ازاي؟ لو عندي ده بقى المبادئ بتاعتي، لو عندي الحرفين اللي انا اخترتهم ليهم تلات احتمالات، يا اما حرفين جنب بعض كده، يا اما حرفين جنب بعض بفوق وتحت، يا اما حرفين بعض عن بعض. طب لو جنب بعض بعمل ايه؟ بشفت يمين، يعني شيفت رايت. الاي هتاخد الاكس والاكس هتاخد الام، اهو يعني الاي هتنزل اكس والاكس هتنزل ام. وناخد بالنا الترتيب، الاي الاول والاكس الثاني. هيجي عندي مثلا الاي والدي، بس هنا هو كاتبها دي اي. طيب الدي هتنزل بايه؟ او تحتها، بعمل يعني باخد اللي تحتيه. طب الاي هتاخد الدي، اهو يعني الدي تاخد الاو والاي تاخد الايه الدي. حرفين بعاد عن بعض بمشي روز، يعني انا التي اللي بعمل مربع كده على الحرفين، واي حاجه جنبيهم او تحتيهم ملهمش لازمه بالنسبه لي غير الاخر حرف هنا واخر حرف هنا، يعني مثلا التي والاتش، التي والاتش هم. طب انا بادئ بمين؟ بالتي، امشي رو اخد اخر حرف قصاد الاتش زد. طب الاتش اخد اخر حرف قصاد التي اللي هو البي، وهكذا. هنلاقي مثلا السي او، طيب السي او نمشي هنا كده سي او، يبقى هنعمل مربع هنا كده على الحته دي. تمام، السي هناخد اللي جنبها ايه في الرو دي، يبقى السي تنزل دي. طب الاو هتبقى ان. تمام، هنلاقي الام الاكس، ام اكس احنا قلنا بنمشي ايه يمين. طب دلوقتي الام ما عندهاش يمين، يبقى هنرجع لحد الاي والجي، يا الاي يا الجي براحتك خالص، يعني هنا انت بيبقى ليك حريه الاختيار، تاخد الاي او جي او تكتب الاثنين وتقول له الحلين. هنا الام هتبقى ايه؟ اي او جي. طب الاكس فين الاكس؟ اهي. طب الاكس هتاخد مين؟ احنا قلنا بنمشي لمين، يبقى الاكس تاخد الام اهي، يبقى اي ام او جي ام. نيجي عندي ام يو، ام فين الام؟ ادي الام وادي اليو، هنعمل مربع عليها كده هنلاقي ان هي وصلنا للار، ومربع كامل هتلاقي هنا وصلنا للزد. الام تاخد الايه؟ الار. طب اليو تاخد الزد، بس احنا بنمشي ايه روز. ان اي، ان اي الان اهي والاي اهي، هنعمل مربع عليهم كده. طب الان هنطلع لحد الاي هتلاقي الار، يبقى الان بار، الان بار، ان اي لا احنا قلنا هنمشي روز، سوري، الان هتبقى كي والاي هتبقى ار، ان هتبقى كي والاي هتبقى ار. سي اي، سي اي هنمشي روز، ناخد بالنا السي هتبقى دي، الاي هتبقى ال. تمام تمام، التي اي، تي اي دول تحت بعضيهم، هو ده اللي احنا بندور عليه، تي واي. طب احنا قلنا بناخد ايه اللي تحتيه، التي هيبقى اللي تحتها ايه؟ البي، التي اللي تحتها البي. طب الاي او الجي تحتها البي ديت، يبقى بي بي. الاو والان، الاو والان جنب بعضيهم. طب مين الاول؟ الاو، يبقى الاو هتاخد الكيو والان هتاخد الاو، اهي كيو او كده. احنا خلصنا البلاي فير.